kasadaş mı? Kasa hastası olmuş. Bu da. Babasını çok seviyor herhalde. Tabii. Hadi sen sırtan git. O fi akhoy ايه صح عفوا. هذاك وين صار؟ اخوي مع سلطان راح حرقت درجة ثالثة هيك عالجونا يعني ضم سوريا. الجرحى انضموا. ايه وما في ما بعرف ايش صار. حلل ما شنو بعثوا من سوريا على تركيا لهون حلل طلع مع سلطان. هذا صار معنا يعني بعد ما داعش تحت في حلب الشمالي بعد ما اخذت المناطق وصلت لقريتنا يعني فرض علينا القتال فرض على الجميع يعني لان داعش كانت تلم الجميع شباب ونساء واطفال تعتقد فرضت علينا المعركه يعني صارت معارك بيننا وبين داعش من ضمن هاي المعارك في احد المعارك الشباب يعني قام تحرير يعني في قريه صغيره حررناها بغالنا هو تجيه وبعد ما عند بابا طلع الكاميرا عم يسحب عم يصور جنبي بوسي كمان وعلي كمان تفهمي؟ الكبيرة شفتها لما شفتها؟ أو أنت أمين صار لك الحبيب شو جدوا إلى كان فاطمورمش جدوا إلى صور ذاتهم بقولوا ذاتهم جرمش العصب البصري إيه الله يحقق ما فيها ما فيها يعني دكاترة هون لهم يجي شلون؟ دكاترة هون اللغم يعني ما إنه نستعمله كده على فكهم في شاب حرر يعني في ذيك مثل قرية شلون؟ أبشر حضروني على تركيا هون يعني تخيل صارت هذاك الواحد حسبي الله ونعم الوكيل. بشيء سوريا كبير، اتش اتش يعني انجليزي يعني. نص هاي الجوزين اللي انت قلت لهم بيجوا عم تعرف انه عيونها شو لون عيونها بتتذكر انت مثلا بنتك عيونها شو لونها مثلا وشها شو لونها؟ بنتي ما شفتها بقول لك بس هلا انا بعرف عيونها ايش؟ عيونها كان زرق. زرق يا خضر هيك يعني مثل مثل عيوننا انت. امسي. الساعة 10. الساعة 10. 10.